يوم عرفة ذكرى اكتمال هذا الدين المبارك. جاء رجل من اليهود إلى سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له سيدنا عمر: أي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أعلم في أي مكان وزمان نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة. قال أهل العلم: وكأن عمر رضي الله عنه يريد أن يقول له: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، يوم الجمعة عيد أسبوعي، ويوم عرفة يوم عيد كذلك، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن يوم عرفة ويوم النحر يوم عيد الأضحى وأيام التشريق أيام عيد لنا نحن المسلمين. فالحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأنزل علينا خير الكتب وأرسل إلينا خير الرسل ورضي لنا الإسلام دينا. لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.